السلام عليكم، هلا والله بالشباب، حياكم الله. مقطع جديد وحلقة جديدة من مهنة مدرب. قبل ما نبتدي، اللايك، الاشتراك، تفعيل زر التنبيهات، وصلوا هذا المقطع أكبر عدد ممكن. يلا خلينا نروح مباشرة ونشوف. أوه بدايتنا مع ليفربول، الله يستر يا ولد. احنا بالمركز 11 بعد 13 جولة. والله مركز متأخر يا مصطفى. اي والله يا شباب مركز متأخر، بس خلينا نشوف ترتيب الدوري وبعدين نحكم. يعني احنا عندنا 18 نقطة، الفارق عن مركز مؤهل للأبطال 6 نقاط بس على مانشستر سيتي، يعني الفارق مو كبير. مركز مؤهل للدوري أوروبي إن شاء الله يا شباب نقدر نجيبه بإذن الله. منافسة الدوري الإنجليزي قوي صعب. أوه يا الجدول. شوف، إحنا بالحلقة اللي راحت لاعبين يا سيتي متعادلين 0-0، لكن اليوم ليفربول، أرسنال، كريستال بالاس، تشيلسي، ليستر، ليفر. يا والله يا شباب الجدول متعب. هذا الميزانية عندنا 121 مليون. طبعا راح ندخل فترة انتقالات نصف الموسم، ما أدري يعني ودكم نجيب لاعب نصف الموسم لو لا. طبعا هاي تشكيلتنا، عندنا رودريجو، جبنا أنطوني، وعندنا شباب جافي. بعد جافي قلنا من اللاعبين اللي راح نطورهم ونبيعهم ان شاء الله. يلا شكلها ما بيها مقدمات كثيره، يعني ندخل مباراه ليفربول. منو عندكم الليفر؟ اوكي تقريبا ما عندهم احد جديد تقريبا يا شباب. خلينا نروح نشوف تشكيلتنا. خلينا على هذه التشكيله حاليا. قلت لي مصطفى اعتمد على مويسكين، اريد مويسكين هو الاساسي. اوكي منه رايح، راح يكون مويسكين اساسي، ريتشارلسون احتياطي. يلا بسم الله صافره البدايه. والله المباراه اكيد يا شباب راح تكون مو سهله علينا نهائيا. روح مويسكين مويسكين مويسكين، يلا 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 يلا. يا اليسون. عندهم لاعب انصاب، اخرج الكره، ما ودي والله اخرجها. اريد جول يا ولد، اريد جول. لا 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 يا انتوني. يلا فرمينو اطلع اطلع. يا ولد دير بالكم شباب، هذا شنو جاي يصير بالدفاع. روح رودريجو، الله 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 الله، بعد يعد رودريجو. يلا يا رودريجو يا ولد. لا 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 انطوني ركز. با لا 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 لا، مو بهذا الشكل يا شباب، مو بهذا الشكل. واحدة. فان دي بيك، يلا رودريجو. يا عمري، هدف تقليص الفارق. جيد يا رودريجو، يا السلام. رودريجو والله كنت قريب يا ولد. مسكين. يلا. يا ولد. طلع مسكين، نزل ريتشارلسون. تعال ننزل ديلي ألي يا شباب بدل هذا. حلوة. يلا. اصعد يا ولد. ديلي ألي. يا عمري على التغييرات. يا سلام. على ليفربول. نرجع بالنتيجة يا شباب. نتعادل. لا يجي جول. شيل. شباب. شوفوا نقدر نفوز. فاول هذا يا حكم. ريمونتادا على الليفر. يا رب. لا. اي ولد. روح. هجمة مرتدة. يا سلام، من هدف لهم الهدف لنا ان شاء الله. روح. ديلي ألي. مر عدل يا ولد. رودريجو. يلا. جول يا ولد. يا سلام، ريمونتادا. فان دي بيك. الليفر بالشوط الثاني اندفعوا يا شباب، قدرنا نسوي ريمونتادا يا ولد. شوف رودريجو يا سلام. بوم فان دي بيك جول. طبعا ليفربول هم اللي بالصدارة يا شباب، فوزنا عليهم شيء رهيب اسطوري. روح. لا يا حكم ما بيها شيء. اوكي خلينا ننزل جافي. الله ستر حلو. حارس يا سلام. خلاص انهي يا حكم.
ان هي حكم نهاية المباراة فوز مستحق على ليفربول بريمونتادا على المتصدر. فوز مهم مهم جدا ان بالموسم يا شباب فزت على يورجن كلوب يا ولد. اوه عندنا مباراة ارسنال وبالدوري بعد والله صعبة. اوكي شباب نشوف لنا هل هناك لاعب نشتري. والله انا الصراحة ما ادري يعني من اللي لازم اشتري, بس اكو اكثر من لاعب قلتوا لي يا مصطفى يتطورون بشكل مجنون مثل كواريزما اعتقد, والمادا قلتوا لي يتطور بشكل مجنون, وديمبلي بعد قلتوا لي يتطور, بس مشكلة والله ديمبلي 66 ما ادري شباب ما عندي ثقة بيه, بس راح اجيبه مليونين. والله ما ودي اشتري يا شباب وتالي يطلع تعبان اللاعب. اوكي ظهير يمين ممكن نجيب يا شباب ديست, بس هل برشلونة يبيعون اللاعب ما ندري. ارسنال بالمركز السابع, احنا بنبقى يا شباب بالمركز 11. طيب ليفربول تغير مركزهم لو لا بعد الهزيمة؟ ليفربول يبقون بالصدارة 33 نقطة. يلا يلا يا رب يا رب الفوز على ارسنال. تشكيلتهم وين؟ اوكي تشكيلة نفسها تقريبا, خلي نشوف احنا تشكيلتنا كيف راح تكون. خلينا ننزل بنفس التشكيلة اللي نزلنا بها ضد ليفربول وباذن الله الفوز. ليفربول دائما افوز عليهم لان مساحات يا شباب يفتحون مساحات, بس الاندية البقية تغلق. يلا رودريجو 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 يلا يلا يلا. المويسكين يا ولد المويسكين من هذا. لا 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 بابا بابا الله ستر الله ستر الله ستر. شباب 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 والله فرص ماكو كثيرة, مباراة مقفلة, بس نطلع بالفوز. صعب والله الفوز, فوز على ليفربول تخسر ضد ارسنال المشكله هذه. تعال تشارلسون وتعال ديدي الي بدل فان دي بيك. يلا يلا يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد, هذه الموهبه مالتنا يا شباب, موهبه تعبانه. تشارلسون بدت تصير مساحات بدت. تعال جافي تعال. اي 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 دخل بلنتي يا حكم بلنتي يا حكم. ايه بلنتي ديلي الي والله جاي ينزل جاي غير يا شباب, جاي نعيد استكشاف ديلي الي. ريتا ريتا لا تضيع يا ريتا ريتا يا ريتا. يا سلام يا سلام يا سلام جول. خلاص 1-1. خلينا نركز شباب, هدف الفوز هدف الفوز, رجاء رجاء تركيز كل التركيز. لعب ريتشارلسون اوه آه. جافي اوه اوه يا جافي اه يا جافي. لا لا يا ولد لا 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 يا شباب لا. خسرنا ضد ارسنال لا يا ولد. مباراة كريستال بالاس ايش قد مركز؟ سابع؟ والله والله كريستال يا شباب مركز سابع, احنا مركز 12, بس راح اسوي لها سكيب اكيد. 1-0 حلو. اوه مباراة تشيلسي والله يا شباب من مباراة صعبة المباراة اصعب منها. طلعت قرعة دوري ابطال اوروبا, طبعا احنا ما لنا دخل بالقرعة, بس هل لعبنا دوري اوروبي؟ لو ما عندنا يا شباب دوري اوروبي, احنا بعدنا بالموسم الاول ما عندنا اي شيء. يلا هاي تشكيلتنا. اوكي ديري يا شباب بدي انزل من البداية لان اللاعب من جاي ينزل جاي يأدي, فخليه ينزل اساسي. معتمدين على بوليزيتش قلب هجوم. والله تشيلسي فريق مصعب الله يستر. روح 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 يلا يا ولد. الله 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 الله, الله. حلوه حلوه. رودريجو 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 يا رودريجو يا رودريجو. اي اخطا اخطا اخطا. صوب صوب يا عمر. يا سلام يا مويسكين يا رهيب. هذا الهدف الاول جيد يا شباب, اول مره نتقدم احنا. اوكي كل مباراه جاي يتقدمون علينا, هالمره خلاص. ديلي الي روح. هذا هدف ثاني هذا هدف ثاني هذا هدف ثاني. والله الدافع ظل الدافع طول الوقت صعبة, لازم لازم الكمبيوتر يخليك تخطأ ما أعرف كيف. أوكي عندهم طرد جيد. رودريجو يلا 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 الله. أنتوني جول أو فان دي بيك. يا سلام. النتيجة ماكو يا شباب طبعا, ما أعرف جليتش هذا صار. المهم 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 مهم. هدف رهيب رودريجو, انطلاقة سريعة, روح يدخل يمرر. أوبا 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 جول.
مسكين عدى مسكين يضرب بوم يا ولد جول يا سلام 3-1 ايه على تشيلسي ايه يا حبيبي ايه حلوة 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 التمريرة يا سلام بوم 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 الكرة بالجول يلا مصطفى ركز الشوط اول 3-1 نتيجة كبيرة يا رب يا رب يا رب يا شباب نطلع بالانتصار لا راح يرجعون راح يرجعون يا ولد راح يرجعون لا 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 تعال انت ولو ما بيك فايده تعال تشارلسن بعد تعال انتوني اطلع 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 تعال انت انزل والله اعتمدت على الشباب الله يستر لا شباب الطرد عندهم لو عندي وين الطرد شوف شوف شوف, شوف الدفاع جاي يسوي دمرونا والله والله دمرونا خلاص يا شباب طلع النتيجة تولي المباراة 5-3 نخسر يا الله الشوط الأول دمرناهم الشوط الثاني راح فريقنا وضاع أوكي مباراة ليستر سيتي إن شاء الله المباراة شوية أسهل يا رب راح اعتمد على جافي أساسي بهاي المباراة تعال أنت بعد انزل أساسي بدل هذا الظهير الكبير الصراحة والقائد بس تعبان والله روح رودريجو 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 اطلع الحارس حطها حطها بالجول يا رودريجو يا سلام اي اي هدف اول 1-0 جيد هذه الانفراد رهيبة روح انطوني حطها يلا يا انطوني شباب والله جت لي فكرة هسه يعني احنا بما انه جاي نتقدم وجاي نخسر بعدين ضد الاندية الكبيرة يعني وجاي نعاني يعني حتى التقدم مالتنا والفوز بمعاناة صعبة جدا فليش ما نظل نعتمد على اسلوب الهجوم المرتدات ونجرب عندنا لاعبين سريعين ونجرب حتى لا نخسر الخسائر هذه 5 أهداف 5 لازم لازم نسوي لنا حل روح رودريجو روح شوف الهجمات المرتدة يا شباب تنفع تنفع صدقوني تنفع روح رودريجو 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 لا 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 يا سلام اي 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 يا رودريجو اي اي يا ولد شوف 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 يا سلام عليك حطها بالجول يا ولد حطها بالجول حلوة 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 لا 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 يجي هدف لا يجي هدف لا يجي هدف شباب ركزوا روح يا ولد يا رودريجو يلا 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 شباب صعدوا حطها 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 يا عمري يا عمري يا عمري يا عمري يا سلام على الهجمات المرتدة لا 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 راح اعتمد هذا اسلوب يا شباب هذا راح اعتمد اسلوب ان شاء الله خلاص خلينا ننتقل للنتيجة ما اتوقع يعني راح يقدرون يجيبوننا بعد هسه نروح نضبط خطتنا 3-0 تنتهي المباراة تمرير مباشر بناء لعب سريع اوكي الدفاع يرجع شوية والانتشار خله بهذا الشكل بالهجوم نزيد الانتشار يا شباب خلي اللاعبين ينفتحون مباشرة على الاطراف شباب رودريجو لحد الان انا ما محوله الى ال دبليو تعال تحول يا ولد تعال تحول ال دبليو اوكي عندنا مباراة ليفربول لكن هذه المرة كأس كرباو يا رب نفوز بيها مثل ما فزنا عليهم بالدوري يا رب جوتا نازل اساسي اوكي خلينا نشوف تشكيلتنا هي هذه التشكيله راح اعتمد عليها الشوط الاول لا تنسون جاي نعتمد على التكتيك الجديد وخلينا نشوف فريقنا كيف راح يكون ان شاء الله يعني ان شاء الله ان شاء الله يا شباب ينجح الليفر داخلين بقوه والله قوه داخلين روح رودريجو روح رودريجو روح رودريجو روح رودريجو روح رودريجو الله 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 فان دايك لا 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 وحش وحش فان دايك أبب ها يا حكم هذا طرد يا حكم هذا أحمر يا حكم حكم هذا أحمر يا ولد يلا يلا فان ديبيك سهلة بيد الحارس تصويبتك ضعيف يحتاج إلى القوة يا شباب رادلي والله لاعب يسوي ضربات حرة حلو رودريجو روح روح يا ولد يا ولد ناجحة الخطة شباب الخطة ناجحة بإذن الله ناجحة نقدر نقدر إن شاء الله ألن 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 وعند سرعة ألن هو ولا تصويبة حتى روح أنطوني روح أنطوني خذ لا يا أليسون خلاص 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 فان دي بيك حلو حلو يا شباب لا الظهير تارك ماني وحده تعال تشارلس انت ديري الي بعد تعال حطها اوف 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 لا 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 يا حكم احمر احمر يا حكم احمر احمر يا ولد تدخل على القدم بس بلا انت ما نطاشي بس الله يستر يا رب على الاقل انذار المفروض يا شباب اوكي وين نخلها خلها نفس المكان
روح ريتشارلسون أرجوك، ضيعت بلنتي لا تضيع هاي، أرجوك أرجوك يا ولدي. لا إله إلا الله، والله داب بيض، والله داب بيض وفاشلة. واحدة واحدة ألمانيا يا شباب، كيش يسوي؟ رودريجو الرياق انتهت، أوكي تعال تنزل تعال. أوه خلاص 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 يا حبيبي خلاص، 5-2 يا طلعنا من كأس الكاراباو يا شباب، بطولة صعبة والله، وليفربول لعب بيها مباراة جيدة، بس أداءنا كان حلو بهاي الخطة، الأداء عاجبني. مباراة بورلي سكيب 2-0 جيد، وريتشارلسون ضيع بلنتي. نيوكاسل بعد سكيب 2-1 حلو، هذا المهاجم الصغير سجل جيد يا شباب، بس محتاجين احنا الى الانتصارات على الأندية الكبيرة. بس خلينا نشوف مركزنا هسه، مركز مؤهل للدوري الأوروبي بهذا الموسم انا مقتنع به. هسه احنا بالمركز الثامن، بعد شوي شوي نحتاج نصعد. اوكي بدت انتقالات نصف الموسم، فزنا على برايتون، رودريجو سجل هدفين جيد، رودريجو اكتسب ال دبليو رسميا، وخلي نشوفه على تمرين جناح داعم، والله ودي ازيدك بجناح متناوب حتى يرتفع الانهاء عندك وسرعه الجري. شباب ودي ابيع لاعب انا يعني، بس بنفس الوقت والله ما ادري يعني، نشتري ظهير يمين طياره، احنا نحتاج لاعب خط وسط طبعا بدل فان دي بيك يكون اساسي عندنا بالفريق، فهي الخطوه اللي لازم نسويها. هذا الظهير اليمين اسطوري يا شباب، يظهر اللاعب جيد راح يكون، فخلي الراقبه، بس سعره عالي واضح هذا الشيء. فيرتس قيمته 81 مليون يا شباب، هذا اللاعب اريده، نقدر نشتري من 105 الى 121 يا رب. يلا بسم الله، 131 اوكي، خلي نحاول يا شباب ننزل، بس مشكله راح نشيل شرط عند البيع راح يرتفع السعر، ممكن نبيعه يعني بالمستقبل. هاي 100 مليون يلا يا رب، وراح يفكر ما قبلوا العرض مالتنا يا شباب، 111 اوكي نروح نتفاوض، حاول ننزل شويه بعد، صفقه كبيره راح تكون لنا بخط الوسط. 103 حلو حلو حلو، تعال تعال يا فيرس تعال، هذه المفاوضات الصحيحه، هذا حول سي ام هسه ان شاء الله، شوف شلون التطويرات راح تكون، 18 سنه بس، لاعب قوي ولاعب رهيب. رايكم بهاي الصفقه يا شباب؟ 30000 راتب، احنا راح نحاول نعطيه، والله ما ادري، بس راح نعطيه 50000 المكافاه، نعطيه كم مليون زياده او كم الف، خلي 600000 يلا روح. خلاص وافق رسميا يا شباب واجانا فيرتس، خلينا نشوف خطط التطوير عند اللاعب. اوكي اريدك سي ام، انا اريدك سي ام انت، ما يتحول سي ام يا شباب، هذا راح يكون صانع العاب عندنا. اوكي نطوره بهداف ظل يا شباب، خلي يزداد عند السرعه والانهاء والتمرير وهذه الامور حتى تزيد من بعيد، فخله بهذا الشكل حاليا. طبعا فان دي بيك عندنا اعاره، فممكن نبيعه ممكن، او ما نجيبه يعني لفريقنا. عرض لريتشارلسون 70 مليون، والله ما ادري يا ريتشارلسون، ما ودي ابيعك حاليا، تعتبر لا باس بيك، ما عندي لاعب يعوضك، ممكن بعدين نهايه الموسم يا شباب اذا نبيع ريتشارلسون من نجيب بدالك؟ اكتب لي بالتعليقات. مباراه بكاس الامارات سوي لها سكيب اكيد، الحمد لله فزنا، فان دي بيك سجل وكين سجل، كين هذا مويس كين للمدافع. رونالدو هداف الدوري ب 14 هدف، خلاص يا رونالدو خلاص ما تعبت. اوكي وين عندنا ريتشارلسون عنده 9 اهداف، والله ممتاز. عرض لمويس كين 30 مليون ومبادله ويا جيكو، اكيد رفض جيكو 35 سنه، حاليا عندنا 21 مليون يا شباب. فزنا على نورويج حلو، فان دي بيك وكين سجل جولين جيد. فزنا على استون فيلا، رودريجو فان دي بيك سجلوا، رودريجو جاي يشتغل يا شباب صح، لما ضبطنا مركزه ولما حولنا الخطه والتكتيك الى الاسلوب الهجمات المرتده فريقنا صار شويه احسن. كاس الامارات جوله الرابعه بعد مباراه سكيب 2-1، مويس كين سجل ممتاز، ورودريجو بعد. راح تخلص فتره انتقالات نصف الموسم، اكبر صفقه هي فيرتس يا شباب، 103 مليون اجالنا، اعتقد صفقه اسطوريه بالنسبه لنا. هذه باقي الصفقات نصف الموسم اكيد ما راح تكون بصفقات كبيره كثيره. حلو بعنا هذا اللاعب ب 20 مليون جيد، هذا اللاعب باحتياط الاحتياط يا شباب ما ينفع معنا LM، خليه يروح. خلصت فترة انتقالات، صفقة واحدة سوينا بهذه الانتقالات يا شباب، اعتبرها انتقالات جيدة ولا بأس بها بالنسبة لنا. طبعا يا شباب عندنا 41 مليون صارت الميزانية، وبالنسبة لأكاديمية الشباب هذا فريق الشباب، اكو كم لاعب حلو الصراحة، ان شاء الله بالمستقبل يكونون رهيبين. نيوكاسل مركز 15 لازم سكيب. فزنا 3-2، كين اوكي، رودريجو جاي يسجل، رودريجو مستمر بالتسجيل ممتاز. احنا بالمركز الخامس حاليا، اوكي فارق نقطة واحدة ونقطتين على المركز الثاني والثالث جيد. شباب شارف
فبراير بعد مباراتين سكيب وهاي مباراة كأس سكيب أو لحد مباراة توتنهام راح تكون بشهر مارس. بس هذا الشيء راح نسويه إن شاء الله بالحلقة الجاية بإذن الله يا شباب. راح نخلص الموسم بالحلقة القادمة إن شاء الله. فاليوم أعتقد طلعنا بشيء رهيب وصفقة أسطورية وهي صفقة فيرتس. فان دي بيك ألم بالوسط، فان دي بيك راح يروح بنهاية الموسم، هل تردون فان دي بيك يستمر ويانا؟ للعلم عمر اللاعب 24 سنة. إذا تردون كتبوا لي بالتعليقات حتى نشتري اللاعب ونخليه ويانا، وجافي يكون احتياطي أكيد. ديلي ألي يظل احتياطي لفيرتس، والسي دي ام هذا سي دي ام عندنا احتياطي لألم. حتى هذا عندنا شباب لاعب وسط وعندنا لاعبين الصراحة. فرأيكم بالتعليقات كيف راح تردون تشكيلة؟ هل هذا الهجوم ممتاز؟ طريقة اللعب؟ اشتراكات تنبيهات؟ شكرا للمشاهدة، السلام عليكم.